كابتن هاني رؤيتك للتجربه. بص كابتن ايمن، اول حاجه قبل ما اتكلم على بيتسو موسيماني عايز اتكلم على مستر فايرر، وطبعا لازم نوجه له الشكر طبعا طبعا لان الفتره اللي عدى فيها طبعا برضو عمل اضافه كبيره للنادي الاهلي، وبالاخص الدور الاول. مش عايزين نتكلم على الدور الثاني لان كلنا كنا في الاستوديو هنا وعارفين ان الراجل فعلا كان عنده مشاكل كتيره فعلا في الاداء في النادي الاهلي في بالنسبه للدور الثاني، وده كان باين في الملعب وكان باين عليه بشكل عام، كلنا قلنا الكلام ده وكلنا اتفقنا على الـ على الـ على الكلام ده. لكن هو الراجل ادى الخدمه اللي كان جاي عشانها، وبالتالي برضو النادي الاهلي وقدر يحسم البطوله مبكرا. بالظبط دي حاجه اتحسب له برضو، وخد كاس وخد سوبر مع النادي الاهلي، ووصل سيمي فاينل مع النادي الاهلي لحد دلوقتي، وبرضو وصل لدور ال 16 مع النادي الاهلي. فدي برضو حاجات كلها تتحسب للراجل. كنت طبعا حابب ان اوجه له الشكر قبل ما اتكلم على موسيماني. طبعا الراجل موسيماني، انا شايف ان الاستقبال والحفاوه اللي حصلت للراجل دي ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي او في تاريخ اي فرقه في مصر. انا شايف ان الموضوع كان يعني تحس ان الموضوع كبير، مش فكره انت جايب مدرب، انت جبت اسماء كبيره عن الراجل، مع احترامي ليه. خلي بالك عشان كده اللي عايز اقوله ان النادي الاهلي ما بيعملش شو. لا طبعا، لا طبعا ولو كان بيعمل شو كان جاب حد ثاني واسمه حد. بالظبط، حد اجنبي. لا طبعا، النادي الاهلي زي ما انت عارف يا كابتن ليه سيستم معروف وليه شكل ماشي بيه، وعارف ان الراجل ده هو الانسب في الفتره دي. وهو فعلا زي ما احنا كلنا قلنا والكباتن قالوا ان هو الراجل في المطبخ، هو اللي عارف الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه لافريقيا، وحافظ تقريبا الفرق كلها، وبالاخص الفرق الثلاث فرق اللي موجودين معانا في الادوار النهائيه. لكن الراجل طبعا الراجل ليه تاريخ كبير مع سان داونز، اللي واخد 10 القاب مع سان داونز، واخد 5 دوري و2 كاس وواحده سوبر افريقي. فطبعا برضو يعني و8 سنين في سان داونز، يعني فرقه كبيره زي سان داونز دي والراجل موجود معاها، اكيد مش هيفضل قاعد في سان داونز الا لما يكون هو راجل مدرب محترم. والنادي الاهلي مش هيتعاقد مع حد الا لما يكون راجل صحيح فعلا قد يعني عندي حسن ظن الناس كلها. وانا شايف ان في يعني في ناس كتير قوي على السوشيال ميديا يعني مبسوطين ان الراجل جاي، لان زي ما احنا قلنا كلنا ان الراجل عنده سي في محترم جدا، وشايف ان هو انسب واحد في الفتره دي. لكن الضغط الكبير اللي موجود على الراجل برده زي ما الكابتن عادل قال، ان الراجل داخل في وقت حلو ووحش. يعني هو الراجل داخل على سيمي فاينل بتلعب، انت ممكن تخش التاريخ في النادي الاهلي لو خدت البطوله. أي. ونفس الوقت ما حدش هيلومك ان انت لو خسرت. فاي حد يتمنى ان هو يبقى موجود في الفتره دي، فدي حاجه برده حظه حلو من الراجل ان هو جاي في التوقيت ده. عايز اتكلم في حاجه برده بالنسبه للاعبين، حته ان انت مدرب يجي تغيير المدرب ده يا كابتن ايمن بتبقى يعني بتبقى حاجه حلوه لبعض اللعيبه وبتبقى حاجه وحشه لبعض اللعيبه، لان كل واحد بيجي بفكره، كل واحد بيبقى ليه بلان معينه ماشي بيها. فبيجي يقول لك مثلا انا محتاج مثلا كابتن عادل مثلا محتاجه النهارده في مكان كذا، شايف امكانيات الكابتن عادل مثلا في المكان ده احسن من واحد كان بيلعب، يعني مش عايز اقول اسماء طبعا. لكن الراجل اكيد هو عارف، هو حتى الخطه اللي بيلعب بيها نفس الخطه اللي كان بيلعب بيها في سان داونز، فدي ممكن تريحه وتدي له اريحيه كبيره جدا ان هو ما يتحطش تحت ضغط كبير ان هو يلعب فلان او ما يلعبش فلان. وطبعا هو ليه كل الصلاحيات ان هو يختار اي حد، لان انت عارف مجلس اداره النادي الاهلي ما بيتدخلش في اي تفاصيل فنيه او اي حاجه تخص المدير الفني. مش عايز اطول طبعا، لكن الراجل زي ما قلت هو الراجل عنده فرصه ذهبيه ان هو يدخل التاريخ، وبالتالي النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي كمان حب الراجل. أيه. يعني انا اول مره اشوف ناس كتير بجماهير النادي الاهلي بالكميه دي اللي هي يعني متفقين على مدير فني. أيه. وكمان مش اجنبي ومش اسم كبير، مع احترامي ليه هو طبعا اسم كبير في افريقيا وكل حاجه. أيه. لكن انا بتكلم على راجل اجنبي جاي من دوري انجليزي مثلا، دوري اسباني، دوري بغض النظر عن اي دوري، لكن الراجل انا شايف ان هو الراجل حتى نفسيا مبسوط جاي. تحس ان هو داخل يعني بقاله فتره كبيره في النادي الاهلي، تحس ان هو داخل بيته، ودي طبعا الحاجه الميزه اللي بتميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني. فانا شايف ان شاء الله باذن الله الراجل. وعايز اتكلم بس في نقطه كابتن برضو، ان الراجل يا جماعه الراجل مش في ايده عصايه سحريه ان هو يكسب مثلا، مش شرط ان هو يكسب بطوله افريقيا. لا الراجل جاي زي ما الكابتن يوسف قال في بند ان هو ماضي موسمين، دي حاجه طبعا تحسب لمجلس الاداره برضو، ان الراجل يعني ما بيتعاملش بالقطعه، الراجل جاي بيتعامل ان هو مش انت احنا نتمنى ان انت تاخد بطوله افريقيا وكلنا هنساعدك ان انت تاخد البطوله، لكن انت موجود معانا حتى لو ولا قدر الله ما خدناش البطوله، انت موجود معانا السنه الجايه وان شاء الله تعمل فرقه جديده. والراجل كمان عينه كويسه في اللعيبه. انا سمعت ان هو بيجيب لعيبه كويسه جدا، فانا شايف ان هو الفتره الجايه حتى لو قدر الله ما خدش البطوله عنده وقت كبير ان هو
يعمل سكواد كويس الفتره اللي جايه او الموسم اللي جاي ان شاء الله، وياخد بيه البطوله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله رب العالمين.